أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نظرة عامة على الكتاب المقدس. الحلقة اللي فاتت وقفنا عند بدايات رحلة بولس الرسول إلى روما وشفنا إن الأمر ده ابتدى تقريبا في بدايات أكتوبر من سنة 59 يعني ابتدت الرحلة دي أكتوبر 59 لأن الصوم اللي اتكلمنا عنه اللي هو يوم الكفارة بيجي دايما 5 أو 6 أكتوبر. وبعد الصوم بفترة كان في السفر لازم يستمر فبولس أنظر كل الركاب بما فيهم قائد المئة اللي هو مندوب يوليوس قيصر لكن قال لهم السفر خطر في الوقت ده وفعلا كلام بولس تحقق وبعد ما انخدعوا بنسمة جاية لهم من الجنوب بسيطة أو خفيفة بنكتشف بعد كده إن في ريح زوبعية بيقال لها اوروكليدون وقلنا اوروكليدون يعني ريح شرقيه شماليه عنيفه جدا السفينه لم تحتملها ما قدرتش تصدها ما قدرتش تقاومها واحنا وقفنا عند الجزء ده ازاي السفينه كانت في المواني الحسنه بتحاول تقرب من فينيكس لكن ما قدرتش تكمل او ما عرفتش تكمل وما قدرتش توصل لفينيكس النقطه دي لم يصلوا اليها خلينا نشوف مع بعض ايه اللي حصل بعد كده إحنا هنا في فينيكس مفروض يوصلوا لهنا ما قدروش يوصلوا لهنا الخريطة دي في جزيرة صغيرة جدا تحت كريت اسمها كلودي تبعد عن كريت 37 كيلو يعني المسافة بينهم 37 هما حاولوا يكونوا على قد ما يقدروا بالقرب من كريت بحيث يبقوا دايما شايفين الشاطئ ده شايفين الجزيرة دي عشان يحتموا فيها من الريح اللي جاية فيقول الكتاب في عدد 15 من اصحاح 27 من سفر الاعمال فلما خطفت السفينه وخطفت معناها ضربت بقوه من الامواج ولم يمكنها ان تقابل الريح سلمنا فصرنا نحمل ودي حته مهمه قوي نعرفها انه في الاخر ده معناها استسلمنا مش سلمنا فصرنا نحمل يعني ربنا كان بيعلق المقصود هنا استسلمنا وما بقيناش قادرين نعمل حاجه يعني انتهى انتهت كل المجهودات، كل المحاولات، سلمنا استسلمنا فصرنا نُحمل. يقول الكتاب في عدد 16 فجرينا تحت جزيره يقال لها كلودي اللي هي دي. مشينا تحت جزيره هنا، تحت جزيره يقال لها كلودي. بالجهد قدرنا ان نملك القارب، ولما رفعوه رفعوا القارب اتفقوا يعني اخذوا او بداوا يستعملون معونات ايه المعونات هي الاجراءات الوقائيه العاديه اللي بيقوم بيها اي انسان في جوه البحر لما بتبقى فيه ريح بالشكل ده من ضمن هذه المعونات هو تحزيم السفينه انه بيجيبوا دائما في كل سفينه بالحجم ده في زي حبل كبير فخين جدا بيقدروا يلفوا السفينة حواليه سبع مرات يعني بالحبل ده يقدروا يلفوا السفينة سبع مرات ولما رفعوه طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة دي اللي بقول عليه حازمين السفينة يعني بيقدروا يحزموا السفينة ازاي بان هم يحطوا حبل حواليه ست سبع مرات وإذ كانوا خائفين أن يقعوا في السيرتس إيه السيرتس ده؟ إحنا هنا في ليبيا كان في اساطير في ذلك الزمن في ايام بولس الرسول في اساطير بتقول ان المنطقه دي في البحر فيها سيرتس هي اقرب الى الرمال المتحركه لكن في البحر اللي هي اللي نعرفها النهارده باسم الدوامات وبالتالي في ناس كتيره اختفت في المنطقه دي وطلع في الاخر يعني اشياء اشبه بالاساطير ان الشخص اللي بيقرب المنطقه دي بيبتلع هو والسفينه ايا كان حجم الناس اللي جوه على فكره احنا قصاد اكثر من 270 واحد على السفينه دي فهي سفينه ضخمه جدا لكن كانوا خايفين يقعوا في السيرتس وعلى فكره الفرق بين ليبيا وكلودي مش كريت 611 كيلو متر فاحنا بعيد قوي احنا قدامنا ايام ومع ذلك كانوا خايفين فبيقول الكتاب ايه اللي عملوه عشان ما يقعوش في السيرتس انزلوا القلوع طول ما السفينه القلوع مشدوده الريح بتقابلها وبتحركها بسرعه لكن طول ما السفينه انت عايز تهديها حتى لو في ريح شديده نزل القلوع لكن القلوع دي طول ما هي مرفوعه بتساعد السفينه انها تجري اسرع فاول حاجه عملوها جنب انهم حازمين السفينه انزلوا القلوع وهكذا كانوا يحملون ولا عارفين حاجه ولا عارفين هم فين ولا رايحين فين يقول الكتاب في عدد 18 واذ كنا في نوء عنيف يعني ريح مش عاديه نوء عنيف امواج بقى من كل حته جعلوا يفرغون في الغد ابتدوا يفرغوا الشحنات يعني كل واحد عنده حاجه زي يخففوا من العبء على السفينه لان السفينه ممكن تتكسر فهم عايزين يخففوا فابتدوا يفرغوا في الغد وفي اليوم الثالث من الزوبعه دي من محاولتهم الخروج من الموانئ الحسنه في اليوم الثالث رمينا بايدينا أثاث السفينه. عارفين ايه اساس السفينه؟ هي كل المعدات الاحتياطيه. يعني بعد ما فرغوا السفينه، بعد ما انتهوا من كل شيء بايدينا عشان كده التعبير ده في منتهى القسوه. يعني يقول رمينا بايدينا، يعني كان قرارنا النهائي مش هنقدر نعيش بالشكل ده. فلازم نرمي اي حاجه حتى لو هي كان فيها نجاه لينا. وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة لا شايفين بالليل نجوم ولا شايفين الصبح شمس طبعا هو يعني عايز أقول لكم دي مش أيام عادية يعني مش كل يوم في البحر كده لكن في النهاية بيقولهم يعني ودي الطريقة الوحيدة اللي كانوا بيعرفوا بيها مش الأرصاد اللي بيعرفوا بيها الطريق يعني دي الطريقة الوحيدة اللي يعرفوا بيها مكانهم فين ومقصدهم إيه يعني الطريقة اللي بيعرفوا بيها النجوم ولو مش النجوم بالليل يبقى شمس الصبح فهلا في شمس ولا في نجوم يقول الكتاب اشتد علينا نوء ليس بقليل انتزع اخيرا كل رجاء في نجاتنا بما فيهم بولس بما فيهم بولس انتزع الكلام ده بيكتبه مين لؤى المؤرخ اللي كان موجود في السفينه دي مع بولس بيقول ايه بيتكلم هنا بصيغه فيها جمع للكل انتزع اخيرا كل رجاء في نجاتنا. فلما حصل صوم كثير طبعا الصوم هنا زي ايام يونان ده بيفكرنا بايام يونان لما كان بردك في الموجه وكده كل شخص بحسب الهه الوثني كان بيصوم. فلما حصل صوم كثير هنا مش معناه ان كل الناس اليهود او كل الناس مسيحيين لا كل انسان كان بيصوم لالهه. فلما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال كان ينبغي ايها الرجال ان تزعنوا لي اللي هو اول تدخل لي في البدايه لما قال لهم ان السفر ده فيه ضرر لينا والارواحنا مش بس للسفينه ولا تقلعوا من كريت ما تحاولوش حتى تتحركوا من الموانئ الحسنه فتسلموا من هذا الضرر يعني الضرر اللي احنا فيه احنا استسلمنا ما بقاش فيه اي امكانيه لنجاتنا فتسلموا من هذا الضرر والخساره والان انذركم مره تانية بولس بيحذرهم وهو الاسير ان تسروا طبعا هنا مش سرور بمعنى الفرح بمعنى الاطمئنان يعني كان بولس بيقولهم والان انذركم لكي تطمئنوا لانه لا تكون خساره نفس واحده منكم الا السفينه السفينه هتروح هتروح فاحنا مش مكملين مع السفينه دي لكن مفيش بني ادم مننا هيروح وبعد كده بيقول لهم ايه لانه وقف بي هذه الليله ملاك الاله الذي انا له والذي اعبده، بولس دايما بيعتبر فرصه كرازه مهما كانت الازمه، مهما كانت الظروف هو بيشهد عن الهه فبيتكلم عن هذا الملاك الذي للاله الذي انا اعبده قائلا لا تخف يا بولس طبعا بولس كان من ضمن الناس مش بس اللي بتصوم اللي بتصلي طول الوقت ده كان بتصوم وبتصلي لا تخف يا بولس ينبغي لك أن تقف أمام قيصر. كان قبل كده الرب عن طريق ملاكه أيضا، لكن في أعمال 23 قال له ستقف أمام قيصر. فالرؤية دي الظهور للملاك مرة ثانية ليه عشان يأكد ليه إنه الأمر اللي حصل في أعمال 23 مفيش فيه تغيير. أنت لازم هتروح لقيصر. لكن بولس أخذ الرسالة دي وبعديها قال لل... للرجال اللي موجودين في السفينة اللي هم 276 شخص بيقول لهم إيه؟ الرب قال لي ايه عن طريق الملاك وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك العبارة دي في اليونانية لا تعني إلا احتمال واحد إن بولس الرسول لما كان بيصلي ما كانش بيصلي لأجل نفسه أو أرسترخوس أو لوقا كان بيصلي لأجل 276 شخص وبالتالي تجاوب الله مع هذا قال له وهو ذا قد وهبك الله وكأن ده استجابة ربنا لصلاة بولس اللي كان بيصلي ويصوم لمدة 14 يوم. على فكرة الفترة اللي قضوها دي في الجزء ده خلوا بالكم القصة كلها كانت هنا. المنطقة دي هي اللي حصل فيها ال 14 يوم. يعني هي دي اللي فيها الزوبعة، هي دي اللي ما كانوش عارفين مكانهم فين، هي دي اللي اختفى فيها الشمس والنجوم، هي دي المنطقة وبالتالي بيقول له ايه؟ هوذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك، لذلك بدل سره خليها اطمئنوا ايها الرجال. لاني اومن بالله انه يكون هكذا كما قال لي دي ثقتي فيه ده ايماني به ولكن لابد ان نقع على جزيره لابد اولا ان نقع على جزيره مش هتحصل النجاه كده بطياره مش هتحصل انه في حد هيجي ياخدنا غصب عننا لازم نقع اولا على جزيره ودي اول شيء بيطلبه الله باننا ان نفهم لما بيطلب مننا حاجة أو بيوعدنا بحاجة يقصد إيه؟ يقصد إن إحنا جزء من تحقيق الأمر ده. إن إحنا لازم نبذل مجهود. بولس يقول لهم إيه؟ بعد ما قال لهم أنا أؤمن وإن مفيش خسارة نفس واحدة وإن أنا عندي ثقة، قال لهم لكن لكن لابد أن نقع على جزيرة أولا. فعدد عدد 27 فلما كانت الليلة الرابعة عشرة من بداية الصوم ونحن نحمل تائهين في بحر أدريا، هو ده بحر أدريا. ونحن نحمل تاهين في بحر أدريا ظن النوتية اللي هم الملاحين نحو نصف الليل أنهم اقتربوا إلى بر فقاسوا ووجدوا عشرين قامة ولما مضوا قليلا قاسوا أيضا فوجدوا خمسة عشر قامة إيه اللي بيحصل؟ في جهاز اسمه المسبار المسبار ده عبارة عن خيط طويل طويل جدا يعني أمطار وفي نهايته قطعة رصاص ثقيلة كانوا بيقسموا الخيط ده يعني زي ما احنا شايفينه هنا لما نزلوا المسبار ده ووصل للقاع لقوا في مرحلة ان هما عشرين قامة بعدها خمستاش ده معناه ان احنا رايحين لبر ان احنا قربنا على بر فعادة تسعة وعشرين وإس كانوا يخافون ان يقعوا على مواضع صعبة يعني ايه مواضع صعبة في البحر يعني صخرية ما انت السفينة لو مسكت في صخر مش هتقدر تتحرك هتتفسخ هتنتهي ما فيش حد هيقدر يحركها فكانوا خايفين يروحوا للمواضع الصخريه دي رموا من المؤخر اربع مراسي دول مين اللي عملوا كده النوتيه النوتيه كان في هدفهم ان يهربوا ويسيبوا قائد المئه وربان السفينه ووكيل السفينه وبولس وكل الاسره والجنود ال276 كان فيه حوالي 8 ملاحين عايزين يهربوا بحياتهم فعملوا ايه دول رموا من المؤخر اربع مراسي وكانوا يطلبون ان يصير النهار ولما كان النوتيه يطلبون ان يهربوا من السفينه انزلوا القارب الى البحر. قارب النجاه. الفرصه الاخيره لاي شخص عايز ينجو. انزلوا القارب الى البحر بعلة، بعلة يعني مش بسبب حقيقي انهم مزمعين ان يمدوا مراسي من المقدام. مفيش سفينه وسط ريح تحط مراسي ورا ومراسي قدام. ده مش منطقي. لأنه طول ما السفينه ثابته من الناحيتين هتيجي الريح وتكسرها دايما السفينه لازم تبقى من ناحيه ما مرنه يعني عندها قدره على التجاوب مع الريح فالكلام ده مش حقيقي قال بولس لقائد المئة ده دخل الثالث لبولس قال بولس لقائد المئة والعسكر ان إل لم يبقى هؤلاء في السفينه فانتم لا تقدرون ان تنجون ازاي يا بولس ازاي الكلام ده بتقوله ده انت بتقول لنا أن ملاك الاله الذي تعبده وقف بك في هذه الليله وقال انه مفيش نفس واحد هتخسروها. ازاي ترجع بعديها بكم عدد بليله او ليلتين تقول لقائد المئه والعسكر ان لم يبقى هؤلاء اللي هم مين؟ اللي هم النوتيه. ما هو فعلا مش هنقدر نوصل لحته من غير نوتيه، مش هنقدر نقع على جزيره من غير نوتيه. احنا محتاجين النوتيه. وجزء من المعجزه اللي هيحصل هيبقى حي... النوتيه ليهم دور فيه، ان لم يبقى هؤلاء في السفينه فانتم لا تقدرون ان تنجوا. حينئذ قطع العسكر اللي هم تبع قائد المئه حبال القارب وتركوه يسقط. خلوا بالكم القارب اللي هو اخر فرصه نجاه ليهم هم بنفسهم بقى المره دي قطعوه وخلوه ينزل في البحر. ما بقاش ليه عازه. ويكمل ويقول ايه وحتى قارب ان يصير النهار كان بولس يطلب الى الجميع ان يتناولوا طعاما قائلا هذا هو اليوم الرابع عشر وانتم منتظرون لا تزالون صائمين ولم تاخذوا او تاكلوا شيئا لذلك التمس منكم يعني بطلب بحرارة أن تتناولوا طعاما لأن هذا يكون مفيد لنجاتكم أنا بقول لكم في وعد أن أنتوا تنجوا لكن في مسؤولية عليك أنك تاكل انا هقف عند النقطه دي بردك عشان كتير من الناس بتيجي تقول ربنا قال لي وربنا كلمني في رايي انا مفيش حد ربنا كلمه بالوضوح بتاع بولس ده ومفيش حد كان متاكد ان الله بيكلمه قد بولس الرسول وقال ملاك الاله الذي انا اعبده وقف بي هذه الليله فكلام واضح ومباشر مفيش وسطاء ربنا بيقول لي كده لكن مع ان ربنا بيقول لي كده انا بقول لكم في ثلاث شروط الشرط الاول ان نعمل كجماعه الشرط الاول ان نعمل كجماعه يقولون كده لكن لابد ان نقع على جزيره ده عمل جماعي مفيش حد هيسترخي فيه مفيش حد معفي منه كلنا لو احنا في كنيسه كلنا مطالبين بالعمل الواحد ده مفيش كبير او صغير كل اللي في السفينه عشان ينجو محتاجين ان نقع على جزيره طول ما احنا في البحر في خطر علينا تاني حاجه قال هو ايه ان لم يبق هؤلاء في السفينه فانتم لا تقدرون ان تنجو مين الخبراء اللي وسطينا مين المسؤولين اللي وسطينا عن السفينه بتاعتنا عن الـ عن الـ عن الـ المسؤوليه اللي حوالينا مين الشخص المسؤول مش هننجو من غير ما الشخص ده ما يهربش يقوم بوظيفته يقوم بالدور اللي عليه المسؤوليه اللي عليه ثالث حاجه بقى يبقى احنا عندنا مسؤوليه جماعيه عندنا مسؤوليه الخبراء لكن في مسؤوليه فرديه بقى مسؤوليتي أنا وأنت. لذلك ألتمس منكم أن تتناولوا طعاماً لأن هذا يكون مفيد لنجاتكم، لأنه لا تسقط شعرة من رأس واحد منكم. بولس عنده الثقة. إن مفيش شعرة هتسقط. لكن ده لا ينفي، ده لا يتعارض مع مسؤوليتك إنك تاكل. لأن ده مفيد، أنت محتاج كل طاقة. أنت هتبذل مجهود كبير، مش متعود عليه. أنت في عرض البحر ومش عارف الجزيره اللي هتروح لها هتبذل فيها مجهود قد ايه عشان توصل لها وانت بتعوم كل الناس هتعوم بعد شويه مفيش هيوصل السفينه مش هتوصل السفينه هتتكسر بورس قال لهم كده السفينه هتروح انت هتنجو لكن هتنجو بمجهود هتنجو بمجهود وبالتالي في مجهود هتبذله انت انظر لحياتك ايه الطعام اللي بتاكله ايه الغذاء بتاعك تقدر على الحرب الروحيه تقدر تنجو ربنا عنده وعود ليك كتيره لكن مرتبطه زي ما بيقول في رساله العبرانيين لم تجاهدوا بعد حتى الدم ضد الخطيه انت عندك وعد بنصره عندك وعد بنصره لكن في مسؤوليه شخصيه مش جماعيه ومش مسؤوليه الناس اللي في الكنيسه ومش مسؤوليه الرعاه اللي في الكنيسه مسؤوليتك انت في نجاتك انت في حياتك انت في علاقتك انت في ابديتك انت عشان كده بيقول لهم لازم تقوم بدورك ربنا هيدينا وعود ممكن عن طريق ناس ممكن عن طريق كلمته أكيد لكن هذه الوعود مرتبطة ارتباط وثيق بالمجهود اللي أنا هبذله فيها أنا صلاتي دايما لحياتي أنا وحياة بيتي وحياة الناس اللي قريبين مني كتير يا رب خليني جزء من تحقيق الصلاة دي يعني أنا لما بصلي لك وبطلب منك حاجة لحياتي أو لحياة ابني خليني جزء أساسي مش عايز رسل اخرين، مش عايز ناس من الخارج، خليني جزء من تحقيق الصلاه دي. احنا في امور كتيرة جدا الله بينتظرها مننا. احنا في بحر الحياه دي. ده بحر. احنا ما فيش حد فينا مش في البحر، يعني شبهت الحياه كلها ببحر. شبهت الحياه كلها ببحر. احنا في البحر ده، والبحر في معظم الاوقات هايج. وفي معظم الاوقات مش شايفين الشمس ولا النجوم فيه. واوقات مش عارفين ايه اللي بيحصل حوالينا. وحنوصل لايه يعني نتيجة اللي بيحصل ده احنا مش شايفين المستقبل وبالتالي دعوة ربنا لينا باستمرار ان احنا ننظر اليه ونطلب معونته ونبذل اقصى جهد ممكن لكل واحد فينا لان هذا نافع لنجاتنا انا بدعوكم تقروا الرحلة دي تاني والرحلة دي مليانة انا اعتقد احنا لينا لسه محاضرة او جلسة تاني في الرحلة دي عشان نقدر نكتمل لان احنا هننهي 27 وهندخل في 28 ايضا انا اللي بقوله في نهايه هذه الحلقه لانه دي مش نهايه هذه الرحله رحله لسه معانا احنا لسه على الاقل عندنا حلقه ثالثه عشان نقدر نكمل ونعرف ازاي بولس وصل الى روما ازاي الامر ده حصل ليه قعدوا شهور تاني قبل ما يوصلوا الى روما ليه وصلوا سنه 60 بدل 59 لكن قبل ده كله وقبل ما نتشوق لبدايه ل... عشان نستكمل الرحله عايزين نقف كثيرا امام كل كلمه موجوده في الرحله دي. الرحله دي مكتوبه زي ما كل كلمه مكتوبه عشان تعلمنا عشان تغيرنا. وانا زي ما قلت لكم هنا الكلام عن الطعام. احنا مش عايزين الطعام البائد. احنا مش عايزين الطعام الفاني. احنا عايزين الطعام الابدي. والى اللقاء في حلقه قادمه.